الحاجة الوحيدة اللي البشر اتفقوا عليها هي الاختلاف، حتى في الحاجات اللي ما لهمش يد فيها، اللون، الشكل، العقيدة، حتى في وجهات نظرنا كل واحد فينا بيكون ليه رؤية مختلفة، والرؤية اللي هنشوفها هنا مختلفة تماماً وأوسع بكتير من اللي في خيالنا، هتخلينا نشوف حاجات في الصورة إحنا لسه مش شايفينها. إحنا النهاردة في مركز رؤية للإعاقة البصرية في إنا، واللي بتدعمه مؤسسة مصر الخير بتمويل من شركة ابن سينا فارما. وعشان نعرف أكتر عن المركز معانا أستاذ أيمن حماد، مدير برنامج الدمج والإتاحة في مؤسسة مصر الخير. عايزك تحكي لي قصة المركز من بدايته لحد دلوقتي والأنشطة اللي بيقدمها. يمكن احنا في مؤسسة مصر الخير بنشتغل في القرى الأكثر فقرا. خلينا نقول في خلال الفترة اللي فاتت دي قدمنا حوالي 22,000 خدمة لأكثر من 1,000 مستحق على مدار الفترة دي كلها. برضو بنشتغل في حتة بندي تدريبات كمبيوتر، بندي تدريبات لغة، تنمية بشرية، تأهيل لسوق العمل. ده خلاك تخش العالم بتاع ذوي الإعاقة البصرية وتندمج معهم ويندمجوا معاك. صحيح. في مركز رؤية لتعليم ذوي الإعاقات البصرية مش هتاخد وقت علشان أحمد وأروى يخطفوا عقلك وقلبك. على الجنب هتلاقي أحمد قاعد بهدوء مع لعبة المتشابهات، بيمرن عقله على ملمس الخيوط وبيكون صورة ليها في خياله، بيتأمل الشكل عشان يملى الفراغات، وفعلا ما غلطش فيها ولا مرة. أما على الناحية التانية فأروى سيب لها أي خرز وهتاخد منها أحلى عقد. أروى بتمسك الخيط بإيد والحبة أو الخرز بالإيد التانية وتفضل تضغط على الحبة علشان تحفظ بأطراف صوابعها مكان الفتحة، وتدخل الخيط وتكمل عمل سبحتها بسلاسة مبهرة. بس شرط أروى قبل ما تشتغل إنها تختار لون سبحة أو عقد النهاردة، لأنها بتميز الألوان بالريحة أو بإحساسها بالخرز. ودي كانت أحسن صورة ممكن تتشاف في اليوم بطلها أحمد وأروى. أستاذة فاطمة إزيك؟ تمام الحمد لله. تمام؟ أنت أول ما بتيجي هنا المركز بأول حاجة بتبدأي تعمليها إيه مع الأطفال؟ بنلعب أنشطة. هي بتبقى كل الفكرة ان هي بنبدأ ناخد ايه الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها النهاردة، يعني عايزين حاسة اللمس او حاسة السمع، ايه الحاجة اللي احنا عايزين نقويها، وبنبدأ على اساسها ننفذ الأنشطة. ده لو سن ما قبل الحضانة. في اللي هي اطفال ابتدائي احنا بنبقى شغالين معاهم اكتر من برنامج، تعليم برايل اللي هي اللغة الاساسية بتاعتهم اللي بيكتبوا ويقرأوا بيها. بعد كده حاجات بتنمي المهارات وندوات وتدريبات خاصة بيهم بتأهلهم للمدرسة والتعليم ولسوق العمل بعد كده. طيب عايز اتنقل معاكي بقى للتعامل النفسي مع الأطفال. يعني الطفل أول ما بيبدأ يجيلك هنا بيكون في حالة، وبتكون انت مطالبة ان انت تطوري حالته وتخليه أحسن. بتتعاملوا ازاي نفسيا مع الأطفال؟ هو احنا أول حاجة بيبقى مطالب مننا ان الأطفال دول يتقبلونا، ان احنا بنبدا نتعامل عادي مش بنتحسس، ما بيبقاش الكلام اللي هو في اوقات اطفال لما بنيجي نتعامل معاهم يعني بيبقى في خوف من الكلام النظرات، في اطفال بيبقى شكل العين نفسه بيبقى عامل بيأثر عليه فبيخليك انت تتعامل بشفقه، فهم بيرفضوا كل التصرفات دي. اتعامل معايا بشخصي عادي، ما انا زي بس مش هي فكره مساعده بسيطه لما انا اطلبها، غير كده انت ما تفرضش عليا المساعده. بالزبط. فاحنا بنبدا نتقبلهم بنفس الطريقه دي، ان هو احنا اول ما بييجوا بنحاول نتعامل بنكسر الجليد زي ما بيقولوا شويه، بحيث ان هم كل فتره يبداوا ياخدوا عليا ونبدا اشوف هو محتاج ايه واقدمه. دلوقتي بقى هنعيش التجربه بشكل حقيقي مع استاذ طارق صلاح الدين مدرب طريقه برايل، واستاذ عبد الله رمضان احد المستفيدين من مركز رؤيه. طيب انا هخلي عبد الله يخلي حضرتك تخوض التجربه، بس عشان ناخدها بشكل اللي هو صحيح لازم حضرتك تعيش التجربه بشكل كامل. طيب ودي هتعيشها استاذ حضرتك. ماشي انت عايزني اربط ان احنا نبدل الادوار. طيب تمام. انا كده جاهز. انا ممكن يعني ايه اعلمك كده. قول لي بقى احنا هنبدا بايه الاول؟ انا هنبدا الاول ممكن اوري لك شكل الحروف اللي نشتغل عليها. ماشي تمام تمام. امسك كده ايه الصباع الشمال ده. ايوه ده اسمه ايه الميزان. ده الميزان وده الحساس وده والصباع الثاني الحساس. تمام جدا كده. بتمشي ده اول حرف. ايوه تمام. وده الحرف اللي بعده. ايوه واللي بعده. تمام واللي بقى كده يعني دي اشكال. وتفضل يعني بقى انت عارف ترتيبات. طب بتعرف ترتيبات
الحاجات دي ازاي يعني؟ هوريلك على الخليه دلوقتي. يعني هي الخليه هي اللي بتظبط الحته بتاعه. انت هتعرفها دلوقتي واحده. طيب بص كده لمسه معانا دي. قول لي كده دي خليه دي حروف بوريل. الحروف بوريل مكونه من 6 نقاط. تمام دي الخليه بتاعتهم. تمام كده يعني ايه كل حروف بوريل دي الخليه بتاعت ايه ده حرف بوريل كامل دي اللي بتشكل منها كل النقط اللي بتبقى في بوريل. بالظبط كده مثلا دي النقطه الاولى مثلا. النقطه الاولى تمام بنشيلها كده كده. بص دي ايه بقت اولى مفيش نقطه فاضيه. مفيش حاجه تانية. تمام ثالثه الرابعه خمسه السادسه ده كده حرف الطاء. ده كده حرف الطاء. وكل ما بنشيل نقطة من دول بيشكل حرف. بيشكل حرف. شكرا جدا. انا كنت مبسوط جدا النهارده وانا معاكم. يعني حضرتك يا استاذ طارق وعبد الله نماذج للانسانيه. انا حاسس ان حضرتك شخص بتعلم حاجه انسانيه جدا. وعبد الله انت نموذج جميل. وانا اتبسطت جدا ان انا قابلتكم النهارده. احنا اتشرفت بيك. شرفنا اكتر يا استاذ شريف. شكرا. شكرا لنا رساله وحابين نوصلها. حسيت ان انا اعتمدت على كل حواسي علشان اعرف اوصل لحد هنا. خطوات رجلي، الايدي وهي تلمس الحيطان، حتى الحاجات اللي محددها الحيطان، البيبان، كل حاجه. لو كل واحد فكر ما يشوفش بعينه ويحس هيشوف الحاجات بشكل اوضح بكتير، واعتقد طريقه هيبقى اوضح بكتير.